وبعد تسلمه رئاسة مؤتمر المناخ، أعرب سلطان الجابر عن تقديره لرئاسة مصر لكوب 27، وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات كوب 27 في العمل المناخي الدولي. أعرب عن امتناني لصديقي العزيز سامح شكري. Your Excellency, you have led معاليك لقد قدت هذا المؤتمر برؤية and integrity. وبغرض وبنزاهة. نحن ممتنون لك على خدمتك وعلى إنجازاتك وعلى التزامك بالتقدم في مجال تغير المناخ.